قتل ما لا يقل عن 30 مدنيا في منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، غالبيتهم في غارات روسية على بلدة مسرابة. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 19 مدنيا جراء غارات روسية على 6 مبان سكنية في بلدة مسرابة، فيما قتل 9 آخرون جراء قصف لقوات النظام السوري استهدف بلدتي عربين وبيت سوا. كما قتل 5 مدنيين في قصف جوي متواصل منذ ليلة أمس استهدف مدن محافظة إدلب وبلداتها. يوم دموي آخر في غوطة دمشق الشرقية. عشرات القتلى والجرحى سقطوا في قصف جوي ومدفعي استهدف بلدات مسرابة وبيت سوا وعربين ومديرة بريف دمشق. المرصد السوري لحقوق الإنسان ذكر أن أكثر من 10 أشخاص سقطوا في مدينة مسرابة وحدها، ومن بين القتلى وفق المرصد 3 أطفال و11 امرأة بالإضافة إلى مسعف من الدفاع المدني. أما في مدينة عربين فقد قتل 6 أشخاص من عائلة واحدة جراء القصف الجوي العنيف على المدينة. القصف الجوي والمدفعي على مناطق واسعة بغوطة دمشق الشرقية أسفر عن دمار هائل في الأبنية السكنية والبنية التحتية. ووفقا لهيئة الدفاع المدني في الغوطة فإن طائرات روسية شاركت بالقصف للمرة الأولى منذ نحو 20 يوما، ويتزامن القصف الجوي العنيف على غوطة دمشق الشرقية في الوقت الذي تدور فيه معارك ضارية بين قوات النظام وفصائل المعارضة في حرستا. المعارضة اعتبرت أن تصعيد النظام قصفه المناطق المدنية بريف دمشق يأتي ردا على الخسائر الكبيرة التي مني بها في معاركه مع المعارضة في مدينة حرستا، إذ لا يزال عدد كبير من مسلحي النظام محاصرين في مبنى إدارة المركبات بحرستا بعد محاصرته من قبل المعارضة. وعلى محور آخر وتحديدا في ريف إدلب قتل 5 أشخاص وأصيب آخرون إثر غارات جوية شنتها طائرات روسية دمرت مستشفى السلام بشكل كامل في معرة النعمان بحسب المعارضة. معنا من غازي عنتاب عروة خليفة الأكاديمي والباحث السوري. أستاذ عروة مرحبا بك. تصعيد كبير وخطير بالتأكيد في الغوطة الشرقية، ولكن الملاحظ أن هذه المنطقة هي أساسا مشمولة باتفاق مناطق خفض التصعيد، فلماذا نشاهد هذا التصعيد الآن وكيف يفسر؟ بالفعل أولا مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. بالفعل المنطقة مشمولة باتفاق خفض التصعيد، لكن القصف لم يتوقف طوال الفترة الماضية، وخاصة منذ بدأ العمليات بأنهم ظلموا ضد إدارة المركبات والتي هي تعتبر لسان لمناطق سيطرة النظام ضمن الغوطة الشرقية. الآن الإدارة محاصرة، واستطاعت فصائل المعارضة السيطرة على الأحياء المجاورة للإدارة ودخول عدة أبنية ضمن الإدارة. خلال هذه الفترة تصاعد القصف على المدنيين كرد من النظام على خسائره في معركة إدارة المركبات. هناك حديث عن أن هناك أعداد كبيرة من جنود الجيش النظامي السوري محاصرين داخل الإدارة بالمئات ربما، هل لديك معلومات بخصوص ذلك؟ صحيح، ربما أقل من مئات، لكن بالفعل قالت فصائل المعارضة أن هناك عدد كبير من مقاتلي النظام السوري محاصرين داخل ما تبقى من أبنية إدارة المركبات، وقد أصدرت عدة بيانات تطالبهم بالتسليم أنفسهم مقابل التأمين على حياتهم. لحد اللحظة لم يحدث تطورات أو لم تعلن غرفة العمليات عن أي تطورات جديدة، لكن بالفعل هناك عدد من مقاتلي النظام ضمن إدارة المركبات. طيب، على ذكر اتفاق مناطق خفض التصعيد، الراعي الأساسي لهذا الاتفاق هو موسكو كما يعرف الجميع. الغريب في الأمر أيضا صحيح، أن هذه العمليات التي تستهدف الغوطة الشرقية أساسا تشن من قبل الطائرات العسكرية الروسية في خرق واضح للاتفاق صحيح الذي ترعاه صحيح روسيا، كيف يفسر هذا؟ الطائرات الروسية مع توقيع اتفاق خفض التصعيد ما عدا المنطقة الجنوبية الغربية من سوريا بالذات منطقة درعا لم تتوقف عن قصف أي منطقة من تلك التي وقعت اتفاق خفض التصعيد، لا في إدلب ولا في ريف حمص الشمالي ولا في الغوطة. القصف مستمر والمعارك مستمرة، والاتفاق للأسف أصبح حبرا على ورق منذ أشهر. لذلك لا أحد من السوريين يستغرب قصف الطائرات الروسية لأنها ما زالت تدور في الأجواء السورية وتقصف المدنيين. طيب،
الغوطة الشرقية محاصرة منذ 5 سنوات، فيها أكثر من 400,000 مدني وعدد من المقاتلين موزعين بين عدد من الفيالق. السؤال الآن، كل الأطراف تستميت للسيطرة على هذه المنطقة وحسم الصراع لصالحها، هل وصلنا فعليا إلى نقطة الحسم الآن؟ ستحسم هذه المنطقة ووضعها بشكل نهائي لصالح طرف أو آخر؟ يعني الحسم العسكري في الغوطة الشرقية أمر يعني مستبعد نسبيا، كون المنطقة تضم عدد كبير من السكان بالمقابل عدد كبير من المقاتلين المعارضة المسلحة. من جهتها المعارضة المسلحة لحد اللحظة لم تحقق انتصارات عسكرية على الأرض تمكن من حسم الموضوع أو كسر الحصار على الغوطة، لذلك الحسم العسكري من الغوطة يعني أمر مستبعد على الأقل في الفترة القصيرة المقبلة. أنا حينما تحدثت عن الحسم ليس بالضرورة الحسم العسكري، الحسم يعني إنهاء هذه القضية من خلال ربما إجلاء المقاتلين إلى مناطق أخرى أو المدنيين كما حدث في مناطق مختلفة من سوريا، يعني حل المسألة بطريقة أو بأخرى ليس بالضرورة بالفترة عسكرية. الماضية صحيح، بالفترة الماضية دارت بعض الأحاديث وبعض الإشاعات وبعض الأنباء تقول أن بعض فصائل المعارضة بالذات جيش الإسلام بدأ يفاوض النظام على مثل تلك الاتفاقات، لكن في الفترة الأخيرة تصاعد المعارك وبدء فصائل كأحرار الشام وفصائل فيلق الرحمن عدة معارك، بالذات معركة بأنهم ظلموا ضد إدارة مركبات، قد استبعد مثل هذا السيناريو كون المعارك متصاعدة والانتصارات هي لصالح المعارضة. عفوا للدقة فقط، التفاوض مع النظام أو مع الروس؟ التفاوض عادة يكون مع الروس عبر وسطاء، النظام هو يعني طرف يوقع على الاتفاق، لكن الروس هم من يديرون الاتفاقات عادة وبالذات اتفاق خفض التصعيد. واضح، شكرا جزيلا لك عروة خليفة الأكاديمي والباحث السوري من غزة العنتاب بتركيا.